بعد صراع طويل مع المرض انتقل السيد جاسم الطويرجاوي إلى مثواه الأخير عن عمر ناهز 73 عاما من مستشفى الأميري في الكويت. كانت رحلة عودة جثمانه الطاهرة بعدما دخلها إثر تدهور حالته الصحية، وبتوجيه من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الذي أمر بتوفير طائرة خاصة لنقل جثمان فقيد المنبر الحسيني لتكون مدينة النجف الأشرف هي الوجهة التالية، حيث شهد مرقد الإمام علي عليه السلام مراسم التشييع الشعبي للفقيد. صلاة عني ونيابة المرحوم الفقيد. لينتقل بعدها إلى محافظة كربلاء المقدسة، حيث شهدت العتبتان المقدستان الحسينية والعباسية تشييعا شعبيا مهيبا لجثمانه، وبمشاركة مئات الشخصيات العشائرية ورجال الدين والخطباء وجموع المواطنين من كافة أنحاء العراق ليدفن في صحن الإمام الحسين عليه السلام. يقول الإمام علي سلام الله عليه: من تفاقر افتقر. الطويرجاوي هو جاسم بن السيد عبد بن السيد عباس من السادة العرد من محافظة النجف الأشرف ناحية الحرية، ومن مواليد 1947. بدأ رحلته بالخطابة منذ كان عمره 10 سنوات. خرج من العراق متوجها إلى الكويت عام 1980 بعد تدهور الأوضاع السياسية، خصوصا مع حملات الإعدامات والاعتقالات الممنهجة. ينتقل بعدها إلى إيران عام 1990، وقرأ السيد الطويرجاوي في سوريا ولبنان والسعودية والكويت والبحرين وقطر وإيران وبريطانيا. سيف مهدي، العراقية الإخبارية.